السلام عليكم. اليوم نتكلم عن مثال آخر على تطبيقات الماكسيموم والمينيموم سيدل بوينت. هذا المثال هنا يريد، ما منطينا رسم، مجرد دالة اعتيادية يريد بها الماكسيموم والمينيموم والسيدل بوينت. نجي نشتق الدالة للإكس تصير عندنا معادلة رقم 1 تساوي للصفر، ونشتقها للواي، بعدين نطلع علاقة بين الإكس والواي حتى من المعادلة الثانية حتى نخليها بالمعادلة الأولى. ظهرت عندنا هسه هذه آخر معادلة. هذه المعادلة احنا متعلمين نشوفها من الدرجة الثانية حتى تنحل بطريقة المربع الكامل أو فرق بين مربعين أو التجربة. نصير درجة ثالثة فما أكثر. هذه تنحل أنه نفرض قيمة الإكس فد رقم معين، نفرضها 1، 2، 3 أو سالب 1، سالب 2، سالب 3 وهكذا. نفرض قيمة الإكس بحيث تساوي للصفر حتى نقسم عليها قسمة طويلة. فإذا فرضنا 1 مثلا، إذا عوضنا بمكان الإكس 1 راح يصير هنا 1، هنا يصير 4، يعني 1 و3 4، ناقص 4 يصير 0، فيصير عندك ناقص 12 يساوي 0، إذا مو صحيح. نفرض الإكس 2، إذا تفرضها 2 هنا يصير عندك 8، يعني 2 في 2 4 في 2 8، هنا يصير عندك 12 12 و8، يصير عندك 20. هنا عندك 2 في 4 بالسالب يصير ناقص 8، وناقص 12 يصير ناقص 20 يصير 0. إذا ايش قد قيمة الإكس؟ يصير 2. فننقلها للجهة الثانية يصير إكس ناقص 2، يعني الإكس يساوي 2، ننقلها للجهة الثانية يصير إكس ناقص 2 يساوي 0. فهاي الإكس ناقص 2 أجي أسوي قسمة طويلة، هذا المقدار أقسمه على قيمة إكس ناقص 2. ليش ناقص 2؟ لأن هي القيمة اللي حققت أن المعادلة تكون بها 0. فأجي هنا أقسم قسمة طويلة، هذه المعادلة الآن عندي وهذه x ناقص 2، أقسم أول حد على أول حد، x تكعيب على x يصير x تربيع، أضرب في x في x، x تربيع في x، x تكعيب وناقص 2 x تربيع، أغير الإشارات، هذه تنحذف، هذه تنجمع، 3 و 2 تصير 5 x تربيع، الناقص 4 x تنزل، أجي أقسم 5 x تربيع على x فيصير 5 x، طبعا هي وإشارتها، أضربهن واحد او اغير الاشارات، هاي تروح فيصير 6x ناقص 12، انه بقسم هاي 6x على x يصير زائد 6، ونضرب هذه بالمقدار يصير الصفر. فبدل ما اكتب هذه المعادله راح اكتب هي x ناقص 2 في x تربيع زائد 5x زائد 6، وهذه بنفس الوقت تتحلل، شو تصير؟ تصير x زائد 2 وx زائد 3، فصير عندك بهاي الصيغه. فاما الاكس قيمتها 2، وأما الإكس سالب 2، أما الإكس هي سالب 3، هذا راح يصير منها من المعادلات. هذه قيمة الإكس 2 وسالب 2 وسالب 3، وين أعوضها؟ أعوضها بالعلاقة هنا حتى أطلع قيمة الواي، فتطلع لي هذه نقطة وهذه نقطة وهذه نقطة. عندي 3 نقاط حاليا هي critical point، أنا لازم أحدد هل هي maximum, minimum or saddle point. حتى نعرف maximum, minimum, saddle point نشتق المشتق الثاني للإكس ونشتق المشتق الثاني للواي وللإكس واي. فبين عند القيمة النقطة الأولى اللي هي 2 و0 نعوض تطلع لي ناقص 40 أقل من الصفر، إذن هي سدل بوينت. إذن هذه النقطة هي شنو؟ سدل بوينت. أجي على النقطة الثانية عوضناها طلعت أكبر، إذا طلعت أكبر اللي إحنا إذا تتذكرون إذا طلعت أقل هي سدل بوينت، إذا طلعت تساوي صفر هي غير خاضع أو غير صالح للاختبار، إذا أكبر من صفر فهي ماكسيمم أو مينيمم. إذا كانت هي أكبر من صفر والاف اكس اكس ايضا اكبر من صفر، يعني اثنيناتهم قلنا الاشارات نفس الاتجاه مال الاكبر، هي مينيمم. اما اذا مختلفه مثل بهاي الحاله فهي ماكسيمم. نجي على النقطه الثالثه، ايضا طلعت اقل من صفر فهي سدل بوينت. فكره هذا السؤال هي بالقسمه الطويله فقط، ما بيجي الفكره القويه، بس انت تعطيك تبس عليها يعني حتى تعرف انه اذا جيتك بهاي الصيغه هذا الحل مالته. بعض الاحيان هسه هذا اخر مثال واخذنا، بعض الاحيان راح اعطيكم هوم وركات بس خلي اوضح لكم اياها بالتيبس مالتها. الفكره بالريجن بالمنطقه اللي احنا قلنا، اذا تتذكرون انه اول مره نحل بداخل الشكل وبعدين نحل على الحدود. فهنا منطيك انه الواي هي اكبر او يساوي مطلق اكس واصغر او يساوي 4. فخلنا نفرض هي الواي تساوي اكس هسه حاليا، بس هذا بما انه مطلق معناه قيمه الاكس مره سالبه مره موجبه، مره الواي يساوي اكس ومرة الواي يساوي سالب اكس. فالواي يساوي اكس هذا الرسم مالته، اذا تتذكر الواي يساوي سالب اكس هذا الرسم مالته.
الواي يساوي 4، هذا الرسم مالتي، هاي الخطوط. اذا هذا الريجن اللي انا اريدها. اذا اول مره ابحث بداخل الريجن، بعدين شوف احنا بذاك المثال السابق اخذنا دائره، فالدائره هي الباوندري واحد مالتها، بينما اي شيء ثاني غير الدائره فهو اكثر من باوندري بي. يعني هنا اول مره لازم اشيك بالواي يساوي اكس، يعني كل واي بالمعادله الاصليه خلي مكانه اكس، وبعدين كل واي بالمعادله الاصليه خلي مكانه سالب اكس، وبعدين كل واي بالمعادله اخلي مكانه واي يساوي 4. شوف ايش كم حاله عندي، هاي 3 حالات، واشيك بداخلها اذا 4 حالات. كل حاله من الحالات ما اعرف ايش كم نقطه راح تطلع لي، يعني حتى اعرف هي ماكسيمم او مينيمم. او ايش ينطيك؟ ينطيك مثل هسه هذا الرسم، اكس يساوي، ارسم لي اكس يساوي 2 وسالب 2 وواي يساوي 3 وسالب 3. اكس يساوي 2 هذا خط بالطول، اكس يساوي سالب 2 واي يساوي سالب 3 وواي يساوي 4. صار عندي هذا الشكل. فاول مره ابحث بداخله، بعدين ابحث بداخل اكس يساوي 2، بعدين ابحث بداخل اكس، يعني اشيل بالمعادله الاصليه اشيل كل اكس اخلي مكان 2، وبعدين اشيل كل اكس اخلي مكانه سالب 2، بعدين اشيل كل واي اخلي بمكانه 3، وبعدين اشيل كل واي اخلي بمكانه سالب 3. اذا ايش كم حاله عندي؟ عندي 5 حالات، اول مره بداخلها، وبعدين الباوندري 1 2 3 4. او ينطيك هذا الشكل، واي يساوي 1 ناقص اكس تربيع والواي يساوي 5. طبعا انا اشرح لك طريقتين، فانا نسيت خليت هذا الرسم يعني المعادله مال غير رسم، تخلي 2 بعدين قلت لا ما يحتاج، هي واحده كافيه. فهذا الرسم مو مال هاي المعادله، هذا الرسم انت شلون تعرفه؟ من تنطى قيمه اكس يطلع لك الرسم سالب 1، يعني الاكس تنطي 0 يطلع سالب 1. فمعناها شنو هذا الرسم؟ مال من؟ مال اكس تربيع ناقص 1. بس صلحها يمك، اكس تربيع ناقص 1. فهذا الرسم مال اكس تربيع ناقص 1، لان الواي يساوي اكس تربيع يبدأ بنقطه الاصل. اوكي؟ والواي يساوي 5، هاي الواي يساوي 5. اذا انا اول مره ابحث بداخل الشكل مثل ما تعلمنا بالدائره، بعدين ابحث اشيل كل واي اخلي بمكانه 1 ناقص اكس تربيع، هم تطلع لي قيم، وبعدين اشيل كل واي اخلي بمكانه واي يساوي 5، وابحث بهذا. اذا ايش كم مره؟ 3 مرات، واحده بالداخل، او واحده على هذا الباوندري مال هاي المعادله، وواحده على هذا الباوندري مال هذه المعادله. هذه كل التيبس تقريبا والافكار الموجوده على الماكسيمم مينيمم، اعتقد غطيناها. واذا صار عندكم اي يعني سؤال او فتشي، فموجوده قناه او جروب التليجرام حتى نجاوب عليها. ان شاء الله راح نعطيكم هوم وركات على هذه الاشياء، وحتى لو انه ما صارت بها، انا شلون اقول لك ما وصلنا الفكره بها، اقدر حتى لو احلها لكم، اي واحد من ذولي تختاروا احلها لكم وانطيكم اياها يعني.